بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف النهاردة ازاي نتعامل مع النصوص. وليكن مثلا عندي نص هنا اهوت. طيب النص ده طويل، عايز ابدا اسمه كذا جملة، فهقول له string وادور على split اهوت. ده بيقسم لي النصوص، هبدا اديله النص وابدا اشوف ايه الجملة اللي انا عايز اقسم من خلالها. وليكن مثلا string، هبدأ أشوف مثلا، أعتقد الفقرة علامة الكولوم ديت أهيت. طيب هو بدأ قسمهم لي لتسع حتت، فأقول له watch عشان أشوف النتيجة أهوت. النتيجة إن هم قسمهم لي لتسع حتت، الصفر بيعتبره هو ده أول فقرة. طيب دلوقتي أنا عايز أبدأ أستخدم الزبالة ديت إن أنا أعمل فلتر، مش كل الجمل دي أنا محتاجها، أنا محتاج مثلا جمل معينة، فهقول له list filter by bull mask. تمام، هياخد النص من هنا. طيب عايز ماسك، يعني ايه ماسك؟ يعني كلمة معينة لو لقاها في الفقرة يجيبها معايا، لو ما لقاهاش خلاص ما ياخدهاش. تمام، فهقول له ايه string ايت كونتنت، يعني شوف لي الجملة ديت، دور لي فيها على، هنشوف جملة اعتقد كلمة تايجر موجودة كذا مرة، تايجر تي اي جي اي ار، اقول له دور لي على الكلمة دي. تمام، واقول له ماسك. تمام، هلا كلمة تايجر، فهقول له هنا أنا عايز أشوف النتيجة watch in ديت، لأن هو جاب لي 1 2 3 4 5 6. طيب أشوف إيه الحاجات اللي ما فيهاش كلمة تايجر، إيه الفقرات اللي ما فيهاش كلمة تايجر، هقول له out من هنا لهنا، ألاقي إن هو طلع لي 3 جمل ما فيهمش كلمة تايجر. دي فكرة التعامل مع النصوص وإن أنا أعمل فلتر وماسك.